كيد الظالمين. سنة الله تحيق ببوتين ومرتزقته، لا يهم من يفوز منهم في المعركة، وإنما يهم السوريين أن يقتتل الطرفان مطولاً بعدما تشاركا في إزهاق أرواح العباد لوقت طويل. الله أكبر! الله أكبر! يفرح اليوم ضحاياهم الذين لطالما كاد لهم بوتين وطباخه على مدار 9 سنوات منذ إنشاء هذه الميليشيا، وهم يرون كيف يرتد كيد الظالمين إلى نحورهم. عام 2014 كانت بداية هذه المجموعة الإجرامية ميليشيا فاغنر، التي ظهرت على الأرض السورية للمرة الأولى قبل حضور الجيش الروسي بعام ونصف تقريبا. قاتلت الميليشيا في أرياف حمص وحماة ودمشق والسويداء، وارتكبت من الجرائم الكثير، ولعل أبرز ما ظهر من هذه الجرائم هي مشاهد تعذيب رجل من أبناء دير الزور حتى الموت، اتهم بمحاولة الانشقاق عن جيش النظام بعد أن تم تجنيده إجباريا إثر القبض عليه على الحدود مع لبنان. بالإضافة للتعذيب والذبح، ارتكب مرتزقة يفغيني بريغوجين صاحب لقب طباخ الرئيس جرائم لا تعد ولا تحصى بحسب شهود من أفراد العصابة نفسها. القصف العشوائي، حصار المدن والبلدات المعارضة مع ميليشيات أسد وإيران، سرقة الآثار، الاستيلاء على المحاصيل وغيرها من الموبقات التي ما إن هدد أحد مقاتلي فاغنر عام 2020 بكشفها في كتاب ألفه وأرسله للنشر بالفعل، حتى قامت دنيا الروس ولم تقعد ولم يسمح للكتاب أن يرى النور طبعا. لكن عندما يتعلق الأمر بمن لم يرى النور، فنحن لدينا أيضا ما لا يقل عن 200 عنصر من هذه الميليشيا ذهبوا ليسيطروا على حقول النفط بمناطق نفوذ قوات التحالف الدولي في ريف دير الزور، لكن هؤلاء لم يروا النور بعد ذلك الفجر الذي استيقظوا عليه في يوم دام من أيام شباط عام 2018 بين قريتي خشام وطابية شرق دير الزور، بعد أن حصدتهم الألغام من تحتهم وطائرات الأمريكان من السماء. إلا أن ما حصل لم يكن رادعاً، بل انتشرت فاغنر في ليبيا ومالي والسودان ودول إفريقية أخرى إلى جانب أوكرانيا بطبيعة الحال، لتقاتل جيوش أو شعوب هذه البلاد من أجل تحقيق أحلام بوتين الدكتاتور الروسي الذي لم تعد تحمله أرض ولا يسعه فضاء، مزهواً بمرتزقة طباخه وسلاح جيشه الإمبراطوري قبل أن يستفيق على الطباخ يهاجمه ويضع السكين على رقبته في مواجهة كانت تلوح بالأفق على أي حال. فهل حانت عاقبة المفسدين؟